الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سعادة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، وبالأخص صاحب المبادرة الشيخ عبد الرحمن اللتوش والمتقاونين معهم وعلى رأسهم الشيخ حسن فاتي والأخ لا نعرف اسمه، لكن نرحب بكم جميعا على تعاونكم وتجشمكم مع الشيخ عبد الرحمن اللتوش في هذه العمل الخيري الطيبة. لا شك أن مثل هذه المبادرات المجتمع الإسلامي بحاجة ماسة إليها جدا، حيث إن المجتمع الإسلامي مجتمع تكافلي اجتماعي، المسلمون دائما يحتاجون إلى التكافل الاجتماعي. الشيخ عبد الرحمن، فأولا ندعو له أن يحظى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم.